ولتسليط الضوء على زيارة الكاظمي لأوروبا، ينضم إلينا عبر الهاتف من أثينا الأستاذ فاروق فتيان الراوي، الدبلوماسي والأكاديمي العراقي. أستاذ فاروق، مرحبا بكم. رغم التوترات والأزمات التي يمر بها العراق، الكاظمي واصل جولته الأوروبية، لكن ما المصالح المتوقعة للعراق من هذه الزيارة أستاذ فاروق؟ الحقيقة مثل ما ذكر تقريركم أنه هذه الزيارة لم تأتي في وقتها، وكان من الأجدر برئيس الوزراء حل المشاكل اللي يواجهها العراق داخليا، خاصة وأن نشاط الميليشيات ونشاط المجموعات المسلحة الغير منضبطة ازدادت خلال الفترة الأخيرة، وعشية قبل سفر إلى باريس وقيامه بهذه الجولة كنا سمعنا بالجريمة البشعة التي ارتكبت في محافظة صلاح الدين قرب مدينة بلد. للأسف الزيارة المالكي لا يملك أي ورقة من الأوراق اللي يستطيع من خلالها أن يفاوض أو أن يضعها على طاولة المفاوضات، سواء كانت في فرنسا أو في ألمانيا أو في إنجلترا. طيب أستاذ فاروق، الكاظمي زار فرنسا أيضا، التقى بالرئيس الفرنسي ماكرون، لكن هل تعتقد أن فرنسا قادرة على تقديم ما يرمي إليه الكاظمي من يعني خاصة في المجال الاقتصادي مثلا؟ ربما لو كان الوضع العراقي وضع هادئ ومستقر، نعم تستطيع فرنسا أن تقدم الشيء الكثير، لأنه دائما الشركات تبحث عن مصالح. طيب. ولكن هذه الشركات الآن لا يمكن أن تقدم أي شيء إلى العراق، والعراق في آفتين، آفة الفساد وآفة الميليشيات، يعني لا انعدام الأمن وسوء الإدارة، فهذه عاملين لا يمكن من خلالها أن تقدم أي شركة سواء كانت فرنسية أو غير فرنسية. كنا نتذكر أنه المالكي قام بزيارات عديدة إلى عدد من الدول، منها كوريا، منها الصين، روسيا، أين كثير من الدول اللي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي سابقا، بولونيا، رومانيا، هذه الدول اللي العبادي كذلك زار أكثر من دولة، لم تحقق هذه الزيارات ولا الاتفاقيات اللي وقعت نفذت منها أي شيء. لكن هنا أستاذ فاروق، تعتقد أن العراق الموضوع على القائمة الأوروبية السوداء في شأن غسيل الأموال، يمكن أن تساهم أوروبا في استثماراتها داخل العراق؟ لا، أنا ذكرت أنه يعني التاجر دائما يبحث عن الربح. طيب. يعني عندما تكون اتفاق بين بلدين لقضايا ثقافية أو تبادل معلومات، تبادل قضايا، ممكن أن يتم. أما الشركات دائما تبحث عن الربح وتبحث عن الاستقرار، وإضافة إلى ذلك أنه أغلب الدول الآن نتيجة كورونا تمر بوضع اقتصادي سيء، حتى يعني باستثناء ألمانيا ربما اللي الآن وضعها الاقتصادي لا زال هو وضع جيد جدا، ولكن فرنسا فيها أزمة، بريطانيا تعاني من أزمات وليست أزمة واحدة، ولذلك ليست من السهولة الآن التوجه إلى العراق، أن تقوم شركات ألمانية أو فرنسية بالتوجه إلى العراق في ظل هذه الحكومة وفي ظل هذا الوضع المتردي، الوضع الأمني المتردي. السفارات الموجودة في بغداد هي غير قادرة على حماية نفسها، فكيف الشركات ممكن أن تحمي نفسها؟ إذا كانت أكبر سفارة موجودة في العراق هي السفارة الأمريكية، غير قادرة على حماية نفسها من نتيجة الانفلات الأمني والوضع الأمني السيء. طيب. فكيف يمكن أن للشركات الأجنبية أن تزج بعمالها وبموظفيها وبأموالها وبرأس المال في ظل هذا الوضع؟ أستاذ فاروق، بالنسبة أيضا إلى إيران، يعني تعتقد أن الكاظمي يستطيع من تحييد إيران حتى يستفيد من الاستثمارات الأوروبية
والجميع يعلم وحتى أوروبا تعلم بأن العراق هو الحديقة الخلفية لإيران. نعم. لا أعتقد أنه الآن في هذه المرحلة، أنا أعتقد أنه هذه الزيارة هي أراد الكاظمي أن يخلق منها جعجعة إعلامية أكثر من ما هي دعاية إعلامية إلى وإلى الكادر اللي يعمل معه، أكثر من ما راح يكون إنه نتائج إيجابية لصالح العراق. بالنسبة لإيران، إيران الآن معروف لدى العالم ككل، وخطاب الرسالة الوجهة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس فيها حث العراق على وقف العمليات الإرهابية ضد المواطنين والتصدي للانفلات الأمني والتصدي للميليشيات. ولذلك الآن معروف لدى الجميع أنه إيران متوغلة في العراق وفي سوريا وفي لبنان، ليس العراق فقط بالضبط. وإنما أصبحت هذه المناطق كلها مفتوحة. اليوم أعمال كثيرة تمت، قسم منها داخل الأراضي السورية وقسم منها داخل الأراضي العراقية بحجة محاربة داعش، وهي محاولة تغيير ديموغرافي للمنطقة ككل، مثل ما يحصل في الموصل وفي سنجار وفي حمام العليل وفي صلاح الدين وفي الأنبار. للأسف إيران متوغلة والعالم يعرف بذلك. من أثينا الأستاذ فاروق فتيان الراوي، الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، شكرا جزيلا لكم.